عندما تجد عباقرة في الهند يعبدون البقرن، وجراح أعصاب ملحد لا يرى في خلق الله إتقانا، ودكتور جامعة يناقش الله في الميراث، وأديبا في اللغة العربية يعترض على فصاحة القرآن، ومفكرا يرى السنة رجعية، وفي المقابل تجد رجلا بسيطا يقوم في عز البرد القارس ليصلي الفجر، وامرأة عجوزا طاعنة في السن لا تعرف القراءة والكتابة، ومع ذلك لا تترك قيام الليل وصيام النوافل، وشيخا عاجزا ينهض على عكازته متجها نحو المسجد لأداء صلواته. فاعلم أن المسألة لم تتعلق يوما بالعقول والشهادات، إنما بالقلوب. قال جل جلاله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.